هانتوما خوتي، هانتوما شوفوا كيما قلت لكم، راني قلت لكم كيفاش ديروا. المهم دابا هذه السبكه اللي غادي نصفي فيها الجبن، ولكن ما عرفتش واش غتجيني هنا ولا لا، خاصها تجيني نيشان باش نتحكم فيها. صافي ما غتجيش، جايه كبيره شويه. او مات، شوف هادي، نديرو هادي، نستعملو هادي. دابا مزيان، شتو دابا غادي نخوي لكم. ها انتم اخوتي، ها هو دابا راه تعزل، شفتو دابا صافي، راه ولا عندي الجبن واجد، غادي غير نصفيه هنا. ها هو اكتب لكم مزيان، ها هو بلاتي نشوف الماء فين وصل. ها هو غادي، المهم انا غادي نبيتو في الثلاجه، ومن بعد غادي نوريكم النتيجه النهائيه ديال الجبن. اما تنساوش تزيدوا شويه الملحه، اللي كيبغي الملحه زيد شويه الملحه، قبيصه الملحه هكا باش يجي زوين، يجي ملح، يجي بحال الجبلي. ها هو الجبن ديالنا واجد، المهم بقى واحد الشويه. ها هو كنحاول نزيد بشويه بشويه، غير باش ما فادليش هنايا وصافي. ها هو دابا كيقطر، بقى عاوتاني واحد شويه اخر نزيدو. ها هو سالينا دابا، صافي انا خويتو كامل هنايا. دابا غادي نخليه يسقطر، يتسقطر مزيان حتى ينشف على خاطرو، وعاد ندخلوه للثلاجه باش يبرد. ايوا وهذيك الساعه ها هو الجبن ديالنا واجد بالصحه والراحه. المهم دابا انا غنديرو في الثلاجه، ومن بعد غنشاركو معكم ملي نحطو في الطبيسلات، في الطباسيل تاعنا غنشاركو مع خوتي الجبن ديالي. ها نتوما بغيتو تصيبو، حنا دابا انا كنعرف كاين اللي كياكل في الفطور في رمضان كيضرب لك نص باريزيانه عامره جبن. انا كنت كنديرها ملي كنت صغيره، اول حاجه كنبدا بها في الفطور نص باريزيانه فيها الجبن، تبعانه جبن واتاي. دابا ها هو الجبن عندكم ساهل ماهل، كما قلت لكم جوج اترو ديال الحليب بلدي بالحق في اترو ديال اللبن يكون مزيان، ويولي عندكم الجبن ديالكم في الدار جبن بلدي ما فيه لا حتى حاجه طبيعي. شوفوا شحال دي خلالنا ديال الماء، نوريكم شحال خلى. شوفوا اخوتي، شوفوا هذا كله، دابا هذا هو اللي كان حليب وكان اللبن، شوفوا شنو بقى، بقى عندنا غير الماء، سبحان الله العظيم، كله دابا هذا غير ماء، والله ما فيه لا حليب لا والو، مشى منو الجبن. شوفوا شحال ديال جوج اترو ديال الماء. دابا هذا هذه هي هيدي في الاصل كتهز جوج اترو، اذا هذا جوج اترو ديال الماء اللي شاطلينا من بعد ما خلطنا اللبن مع الحليب، شوفوا كي ولا. المهم خوتي انا شاركت معكم الجبن ديالي، راه يلا ولا ما نعرف شي نقول واقيلا شي نص كيلو، شي نص كيلو ديال الجبن كنظن. المهم هو خصو يتصفى مزيان حتى ما يبقاش فيه الماء كاع، وعاد ديك الساعه غنشوفوا شحال ديال الجبن عطانا نعبروا. يلا خوتي دابا انا غنخليكم غنديرو في الثلاجه، ومن غادي يبرد وغادي ينشف غنعاود نوريه لكم. ها انتم اخوتي، ها هي النتيجه النهائيه ديال الجبن من بعد ما صفيته خليته تصفى من الماء، هو هذا. ها انتم اخوتي جبن بلدي ديال الدار، انا نسمته بواحد الشويه ديال الزعتر، اللي بغى يديرو اللي ما بغاش يديرو هو اختياري. المهم انا الطريقه عطيتها لكم، بغيت نشارك معاكم، انا ما كنتش عاوله ندير فيديو، ولكن قلت علاش لا نشارك معاهم، نشارك مع اخوتي هاد الوصفه ديال الجبن بلدي في الدار، كيجي لذيذ وزوين وبالصحه والراحه. نتمنى يعجبكم هاد الوصفه اللي اقترحت عليكم اليوم، اللي هو جبن بلدي جاي رمضان وكاين العزيز عليه يضرب الباريزيان مع الجبن، انا عارفه هذه القضيه. المهم الصحه والراحه للجميع، نتمنى تعجبكم الوصفه ديال اليوم، اللي عجبتو ما ينسانيش من لايك، واللي شاف القناه ديالي اول مره يدير لي ابوني. شكرا للجميع خوتي خواتاتي، بيزو لكم والى اللقاء.